يا غير نختاروا توف نوضح بعض الامور اللي تقد تعود حد ما كان حاضر للنقاش ما توضح له من خلال من خلال من خلال التقرير. اولا اللجنه استقبلت هذا مشروع التعديل التوصيه استقبلته باحاله من مؤتمر الرؤساء. معناها نكرر هون ونوضح ان ما استقبلنا شيء من لجنه التحقيق. بالتالي استقبلنا من مؤتمر الرؤساء كما نستقبل المشاريع دائما اللي نجلسوا عليها نستقبلوها من مؤتمر الرؤساء. ثانيا فعلا خلق اختلاف حول وجهات النظر حول بعض القضايا، وهذا طبيعي في كل اجتماع لاي لجنه والله اللي عنه لا ظاهره صحيه. هم اختلاف فعلا الاجراءات اللي اتخذت اجراءات سليمه قانونيه بين ذاك الاختلاف وجهات النظر. اشبه شيء نحسن به هو التصويت، بالتالي لجان التصويت وكانت نتيجه التصويت هي عن اللجنه انها توصي الجمعيه الوطنيه بالمصادقه على هذه على تعديل التوصيه. وهون اعتقد عني فوار التذكير الساده الزملاء على الاجواء اجواء الاجماع اللي حددت فيها التوصيه الاولى، واجواء الاحساس بالمسؤوليه اللي هي اللي كانت رافعه فعلا لعملنا، وهي اللي خلات يخلق ذاك الاجماع الله اللي عنه يقد يعود لا متفرد على الاقل في هاي العقود القريبه من الزمن عند اطياف كامله تتوحد وتعود مجمعه وكلمتها سواء. هون الصلاه ذكر الساده الزملاء. على كل حال نحن مشرعين وحريصين على سلامه الاجراءات، وبالتالي الاجراءات ما يطعن فيها الى عاده اللي هم قراءات قانونيه مختلفه. نحن ذاك المتعلق باجراءاتنا داخل الاجتماع تم استشارنا فيه عدلنا فيه الاستشاره القانونيه اللازمه، وهنا تياها نختار نذكر على ان هذه اللجنه عنها اول لجنه تحقيق، واول لجنه تعود عليها رهانات كبرى بغض النظر عن نتائجها شنهي، عليها رهانات كبرى وتشرب اعناق المجتمع الموريتاني حولها وهي حديث المجالس. وزياده على ذاك هي لا نجاحها هو نجاح هذه الغرفه الموقره، وفشلها هو فشل الغرفه الموقره. لان قبضوا رقاجنا قبضوا زرقوا في البحر ونقولوا لا تبتل، الله اللي عنها عمليه صعبه جدا. بالتالي اعتقد اعلن الضروري واللي تحتاج له اللجنه واللي يلا يعدلوه لهذوك اللي هم اللي انشؤوها اصلا وهم اللي حملوها المسؤوليه تكليفا لا تشريفا عنها لين تجبر بعض الاخفاقات ولا الصعوبات عنهم يساعدوها ويعاونوها. لجنه التحقيق البرلمانيه تحقق في امور شائكه وتحقق في قطاعات اجتزاء منها نقطه معينه دون انها تقد تلج المعلومات المتعلقه بالقطاع كامل، هم خيوط والله هم معلومات والله احالات تحيلها التفتيش ياك يتم تعميقه. الله اللي عنها على من صميم واجبنا اللي الله نعدله اليوم. يا الله لا صوتوا كاملين اعلنها انها بتعديل التوصيه وتوسيع لها المجالات اللي قالت عنها 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 توسع لها. الشعب الموريتاني يعي جدا ونحن اللي ممثلين هون تحت هذه القبه اعلنوا عنده اسئله كثيره حول تسيير بعض الممتلكات وتسيير الثروات وبعض الصفقات اللي خلقت وبعض الاتفاقيات مع بعض الشركات اللي اصبح يلاحظ عنها فيها نهب الممتلكات وخيراته حتى قاع فيها السطو على مقدراته اللي فيها حقوق الاجيال الماضيه الاجيال السابقه الاجيال اللاحقه عفوا. قلت عنا هذه الاسئله الكبرى عند الشعب الموريتاني وعندنا احنا كممثلين له، ما يلتنا نبخلوا على لجنه تحقق فيه يكون نعطوها الفرصه، والى رجعتنا مره اخرى الدور توسيع اخر لا نعدلوها لها قاع. وبالتالي ادعو الجمعيه الوطنيه على انها تصوت بالاجماع حفاظا على الاجماع اللي هو اللي خلقت فيه التوصيه الاولى، تصوت باجماع على 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 تعميق هذا اللي نحن بصدد التصويت عليه، وتعميق للبحث وتعميق للتحقيق وضروري. وهذه اللجنه نقولها ما نقدر يكون نقولها، هذه اللجنه اللي هي لجنه التحقيق عملها نجاحه هو هيبه هذه القبه الموقره، وهو اللي معنويا لا تكون او لا تكون. والسلام عليكم ورحمه الله.